السلام عليكم. دكتور اسلام عطر، مدرس واستشاري جراحه الاوعيه الدمويه بكليه الطب. كنا هنتكلم النهارده على مرض مشهور جدا من اهم امراض جراحه الاوعيه الدمويه، وهو مرض الدويلي. المرض الدويلي دوت عباره عن هو المرض اللي بيصيب الاورده. احنا طبعا زي ما ممكن نعرف الاوعيه الدمويه بصفه عامه في الاول، ان هي عباره عن الشرايين اللي هي مسؤوله عن انها تنقل الدم للاطراف جميع خلايا الجسم، والاورده اللي هي بترجع الدم تاني للقلب. ما بينهم تبقى الشعيرات الدمويه. بالتالي كده ده تعريف بسيط للاوعيه الدمويه. بالنسبه للدوالي ده عباره عن مرض هو بيصيب الاورده. الدوالي مرض مشهور جدا، يمكن حوالي 20% من سكان العالم كلها بيعانوا من مرض الدوالي دوت، او الكسور المزمن في الاورده بدرجاته المختلفه. ممكن نقسمه لمراحل معينه. ممكن في الاول بيبتدي بشعيرات بسيطه اقل من 1 مليمتر، يعني اقل من مليمتر واحد. المرحله اللي بعديها ممكن بيبقى من 1 ل 3 مليمتر. بعد كده الدوالي نفسها بقى اللي هي بتبقى الاورده المتضخمه ديت بتبقى حوالي 3 مليمتر. بعد كده بيبتدي يحصل تغير في لون الجلد، وخاصه في المنطقه اللي هي بتبقى حوالين الانكل او الكاحل، مفصل الكاحل. المرحله اللي بعديها انها بتبتدي يحصل قرح وريديه في المنطقه اللي هي متغير فيها اللون دوت. وبعد كده المرحله الاخيره اللي هي ايه، بتبتدي تلتئم هذه القرح الوريديه. ممكن نقول ايه اسباب الدوالي، او من اهم اسبابها ايه هي. طبعا الوقفه ليها طبعا علاقه بالجينات، دي اول حاجه. في ناس بتبقى معرضه جيناتها انها تتعرض لمرض الدوالي ده كتير، طبعا عندها يعني زي استعداد وراثي يعني. في طبعا وقفه لفترات طويله، زياده الوزن، الحمل نفسه ان في هرمونات معينه اثناء الحمل بتزود حصول موضوع الدوالي دوت. ممكن برضو الحبوب منع الحمل، الهرمون لانها طبعا تحتوي على هرمونات معينه بتساعد ان هي يحصل زي الامتدادات للاورده اللي هي بتؤدي الى حدوث الدوالي. طبعا بننصح لاي مريض ان هو عنده دوالي ان هو يكون العلاج في المراحل الاوليه قبل ما يكون حصلت المضاعفات بتاعتها، اللي هي ممكن توصل لجلطات او تقرحات او نزيف منها. علاج الدوالي في المراحل الاولانيه بتاعتها خالص بيبقى علاج اللي هو التحفظي، عباره عن ادويه وشربات طبيه ضاغطه. المراحل طبعا المتقدمه اللي بيبقى فيها ارتجاع في الاورده الرئيسيه بتبقى في جزء جراحي اللي هو بيبقى استئصال الوريد، او احيانا دلوقتي بيستخدم في تقنيه القسطره اللي هو البليزر او التردد الحراري لمنع الارتجاع اللي بيحصل في الاورده دوت، وطبعا عشان المضاعفات بتاعت الدوالي ما تحصلش.